إذا خدموا مكون تاريخ 10 نقاط ومضوا بالأسئلة. والسؤال الأول، ما هي الأدوات التي يعتمد عليها المؤرخ في عمله؟ إذا الأدوات التي يعتمد عليها المؤرخ ثلاثة، كاين وثائق أو الوثيقة المكتوبة، كاين الآثار المادية بحال مثلا بحال المآثر بحال الوليدة إلى آخره، وكذلك شهادة شفهية، وكذلك ممكن تكون وثائق إلكترونية بحال سيديات قدامين إلى آخره. إذا نكتبوا بالنسبة الأدوات المعتمدة، إذا عندي ونكتبوا ثلاثة عندنا، إذا نكتبوا وثيقة مكتوبة، وثيقة مكتوبة يعني أي حاجة موثقة، إذا كتسمى وثيقة مكتوبة. نعم ممكن استعمل كذلك آثار مادية أو مآثر كتسمى آثار مادية، وممكن استعمل شهادات لأشخاص يعني كتسمى شهادة شفهية. نقدروا نجيبوا كذلك مصادر إلكترونية مثلا حاسديات إلى آخره. إذا نكتبوها ثلاثة، وثيقة مكتوبة، آثار مادية، شهادة شفهية. إذا ننتقلوا السؤال الثاني، ينبغي أو يتبع المؤرخ في عمله خطوات منظمة أذكرها. إذا عندنا تركيب الوقائع صياغته على شكل سرد أو جدول، كاين بالنسبة تعريف الوقائع وتسميته، حصل أحداث وتسميتها تعيينها، تفسير الوقائع، تصنيف الأسباب وترتيبها. إذا هنا غنشوفوا بالنسبة أول حاجة كيعتمدها وكيتبع المؤرخ، أول حاجة خصو يعرف الوقائع إذا وكيسميها. إذا هنا حصل أحداث وتسميتها وتعيينها، إذا هنا أول حاجة، إذا هنا عندنا واحد، إذا أول حاجة بالنسبة للمؤرخ تعريف الوقائع، إذا عندنا رقم واحد. ثاني حاجة تفسير الوقائع، إذا تفسير الوقائع وتصنيف الأسباب وترتيبها، إذا هنا رقم جوج. إذا عندنا بالنسبة تفسير الوقائع يعني أي تصنيف الأسباب والترتيب ديالها. ثالث حاجة تركيب الوقائع، إذا هنا عركبوا الوقائع، إذا تركيب الوقائع، إذا هنا صياغتها على شكل سرد، يعني هذوك الوثائق التاريخية اللي كنلقاو راهما سرد بالنسبة للأحداث. وهذه آخر حاجة شنو كيعملها، كيعملها المؤرخ. إذا هنا كيركب يعني الأحداث، كيركب الوقائع، وكيعملها على شكل وثائق على شكل جداول إلى آخره. إذا واحد تعريف الوقائع وتسميتها، ثانيا تفسير الوقائع، ثالثا تركيب الوقائع. إذا ثالثا، أين تم اكتشاف جمجمة أقدم إنسان عاقل في المغرب وفي أي سنة؟ إذا تم اكتشافها في جبل إيغود في منطقة يوسفية أسفي، إذا في أي سنة؟ سنة 2017. إذا نكتبوا هنا عطينا رد البال، عطينا الفراغ الأول يعني تاريخ الاكتشاف، هنا أين يعني مكان الاكتشاف، إذا اكتشفوها فين؟ في، إذا نكتبوا في جبل إيغود، إذا في جبل إيغود، ونكتبوا المنطقة في جبل إيغود، منطقة اليوسفية أسفي، منطقة اليوسفية نواحي، هي أصل يوسفية نواحي أسفي، إذا منطقة يوسفية نواحي أسفي، إذا نواحي أسفي. إذا هذا بالنسبة أين تم اكتشاف إذا جمجمة الإنسان القديم أو الإنسان العاقل. فأي سنة تم اكتشافها في المغرب؟ سنة 2017. مش يعود تاريخها إلى مدى، يعني سنة، فأي سنة تم اكتشافها؟ سنة 2017. راكين في كتاب مدرسي وكاين في واحد الوثيقة كتبين أنه تم اكتشافها سنة 2017 في جبل إيغود منطقة يوسفية نواحي أسفي. إذا نمشيو دابا السؤال الرابع، املأ الجدول الآتي بمعلومات عن الإنسان العاقل. إذا هنا الإنسان العاقل، إذا القديم أو الإنسان العاقل، إذا هنا نشوف الغذاء ديالو، الأدوات ديالو، الأنشطة ديالو، المسكن ديالو. إذا هنا بالنسبة للإنسان العاقل كان غذاؤه، إذا بالنسبة للإنسان العاقل كان غذاؤه، كان يتغذى على لحوم الحيوانات، لحوم الحيوانات. إذا بالنسبة كذلك كان يأكل مثلا الفواكه اللي كيلقاها في الأشجار، وكذلك يصيد أسماك، إذا والأسماك نكتبو و. إذا غذاؤه كان بالنسبة كان يتغذى على لحوم الحيوانات والأسماك والفواكه. بالنسبة للأدوات التي كان يستعملها، كان يستعمل حجارة، إذا كانت حجارة في الأول كان كيستعمل حجارة ثقيلة، إذا عندكم ثقيلة،
كذلك حجارة، مثلا أكتب هنا حجارة ثقيلة، حجارة هنا حجارة ثقيلة. كذلك كان يستعمل حجارة مشدبة، إذا حجارة مشدبة، إذا حجارة مشدبة. كان يستعمل كذلك بعد الرماح، إذا كان يستعمل حجارة مشدبة وكذلك مقطوعة، إذا وما مقطوعة. ويستعمل كذلك مثلا يستعمل الرماح والسهام، إذا نكتبه ممكن نكتبه الرماح والسهام، إذا كان يستعمل السهام والرماح، السهام. إذا كافية، إذا هذه هي الأدوات التي كان يستعملها. إذا انتقلوا بالنسبة للأنشطة، إذا أنشطته مارس الصيد والقنص، إذا مارس ماذا؟ الصيد والقنص. إذا هذا بالنسبة للأنشطة ديالو، مارس الصيد والقنص وصناعة الأسلحة، إذا صناعة الأسلحة وصناعة مثلا الرماح. إذا هنا لما اكتشف النار بدأ يصنع الرماح. مسكن ديالو كان يسكن في البداية في الكهوف، ثم بعدها بعد تطوره بدأ يسكن في الأكواخ، إذا الكهوف والأكواخ. إذا هذا بالنسبة للمسكن ديالو. إذا غذاؤه لحوم الحيوانات والأسماك والفواكه والخضر، أدوات حجارة ثقيلة، حجارة مشدبة ومقطوعة وسهام. بالنسبة للأنشطة ديالو مارس الصيد والقنص وصناعة الرماح، وبالنسبة للمسكن الكهوف والأكواخ. إذا كان هذا هو تصحيح للنموذج. نتمنى نكون فدتكم، شكرا وإلى اللقاء.